البقاء لله. في خبر محزن لكل المصريين، وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري وسقوط أبي أحمد. بيان من مجلس الأمن يكتب نهاية أبي أحمد منشور التفاصيل. ومصر تكشف تفاصيل قيامها بناء أضخم سد في إفريقيا. وأخيرا الكهرباء تضع حلا لمنع سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات. منشور التفاصيل. وبعد فوز الأهلي على الزمالك بخماسية، شاعر مصري يطالب بتغيير أغنية الجسمي من 6 صباحا ل5 صباحا. وعاجل بعد ما حدث في الإسماعيلية، إعلامي يهاجم محمد رمضان، كفاية تصدير صورة عبد موتى والبلطجة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط برضو على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وسقوط أبي أحمد. بيان من مجلس الأمن يكتب نهاية أبي أحمد. دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء العنف في إثيوبيا، حيث يتفاقم الصراع بين الجماعات المسلحة والحكومة المركزية. وطالبت أقوى هيئة في الأمم المتحدة أطراف النزاع بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني شامل. بالإضافة إلى ذلك، أعرب البيان الذي وافق عليه أعضاء المجلس 15 عن القلق العميق تجاه اشتداد الحرب وتدهور الوضع الإنساني. وبدأ صراع الحكومة الإثيوبية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ عام، يعني أول امبارح كانت الذكرى لبداية اشتعال الحرب بين جبهة تحرير تيجراي والحكومة المركزية أو قوات الحكومة المركزية. وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على منطقة تيجراي الشمالية المتمردة، وتمكنت الجبهة مع متمردين من جيش تحرير أورومو من السيطرة على امتداد طريق سريع مهم استراتيجيا، وبدأوا في التقدم نحو العاصمة أديس أبابا. وفقا للتقارير، تحاول الميليشيات أيضا قطع طريق الإمداد من ميناء جيبوتي المجاور لأديس أبابا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا بيانا عاجلا بمجلس الأمن الدولي، يعني ده النداء الأخير زي ما بيقولوا لوقف إطلاق النار في إثيوبيا. ولكن يعني زي ما تقول جبهة تحرير تيجراي حلفة لا توقع أبي أحمد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. البقاء لله. في خبر محزن، وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري. أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا نعت فيه أبرز قادة القوات المسلحة المصرية. اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد الذي تولى العديد من الوظائف، وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية، فقد عين عبد المنعم سعيد قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات الجيش المصري الأسبق ومحافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذي وافته المنية صباح أمس. تقدمت القيادة العامة للجيش المصري لأسرته ولضباط الجيش المصري ولجنوده بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. المصدر معنا كان من RT، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. يعني أتمنى من حضراتكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر تكشف تفاصيل قيامها بناء أضخم سد في إفريقيا. كشف وزير الإسكان المصري عاصم الجزار تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا. أوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والاطمئنان على سير العمل وفقا للمعدلات المطلوبة. أكد أن في اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية بهذا المشروع القومي الهام لأشقائنا بدولة تنزانيا، كما أن هذا المشروع يجسد قدرة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ جميع المشروعات التنموية لأشقائنا بالقارة الإفريقية. شدد الدكتور عاصم الجزار على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
للموقف التنفيذي للمشروع، وتوجيها بأن يبذل التحالف المصري قصارى جهده لتحقيق حلم الأشقاء التنزانيين في تنفيذ هذا المشروع منذ سنوات، وأنه قام بزيارة موقع المشروع أكثر من مرة للتأكد من سير العمل على أعلى جودة. قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير رئيس لجنة متابعة المشروع: يهدف المشروع للسيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متر عند القمة بارتفاع 131 متر بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا. وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 ميجاوات في الساعة سنويا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهربائية فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية. أوضح أن المشروع بيشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه ونفق بطول 660 مترا لتحويل مياه النهر، وثلاث أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم واثنين كوبري مؤقت على نهر الروفيجي. ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع. نشير إلى أن التحالف المصري، شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إلكتريك المنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018 بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار في دار السلام بتنزانيا لتنفيذ مشروع بناء السد ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بتنزانيا. المصدر معانا كان من اليوم السابع. نتمنى لأشقائنا في شعب تنزانيا يعني الاستفادة لهذا المشروع الصار على الدولتين الشقيقتين مصر وتنزانيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وسد تنزانيا لبعد سياسي آخر يوضح أن مصر ليست ضد السدود أو ليست ضد تنمية دول إفريقيا، بل ضد يعني التعدي على حقوق الغير وخصوصا حقوقها المائية هي مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأخيرا الكهرباء تضع حلا لمنع سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات. وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن تطبيق القارئ الضوئي يستخدمه العاملون لقراءة فواتير الكهرباء على العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من عدم وجود تلاعب في العداد لكشف التلاعب بالعدادات وسرقة التيار. شدد على أن الغرامات المفروضة على سارقي التيار تكون تقديرية وأضعاف المسروق. وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاعة على الأولى والفضائية المصرية، شدد على أهمية أن يبلغ الشخص المسافر إلى الخارج عن عدم استخدامه للمكان حتى لا يحسب الاستهلاك عليه، ومنعا للتعرض للمساءلة في حال سرقة التيار الكهربائي. وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التطبيق اكتشف عدد من الحالات السرقة وتم فرض غرامات تقدر بنحو 12 ضعف القيمة المقدرة، والغرامة قد تصل إلى 100,000 جنيه. الغرامة تقدر على سنة واحدة وأعلى شريحة. لافتا إلى أن خصصت خدمة على الخط الساخن 121 للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي حيث يتم الحفاظ على سرية البلاغ. أشار أيمن حمزة إلى أن هناك نوعين للفقد الكهربائي: الأول فني ويكون محسوبا، والثاني يكون تجاريا وهو سرقات التيار الكهربائي. وحول قدرة بعض أصحاب العدادات مسبوقة الدفع على سرقة التيار، أوضح الشركات تكتشف السرقات على فترات طويلة إذا لم يكن الشحن منتظما، ومثلما يحدث قرصنة على المواقع الإلكترونية فإن نفس الأمر قد يحدث للعدادات الإلكترونية، وبالتالي فإنه يتم المرور على العدادات منعا لظلم أي مواطن والحفاظ على التيار الكهربائي من عمليات السرقة.
المصدر معانا كان من صحيفة بوابة الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني بالمسح الضوئي الذي يقوم به العاملون في الكهرباء، الكشف عن يعني العدادات المسروق منها الكهرباء، فده هيكشف عن يعني تيارات الكهرباء المسروقة، وبالتالي هيعرض صاحبه لغرامات وأضعاف المبلغ المسروق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبعد فوز الأهلي على الزمالك بخماسية، شاعر مصري يطالب بتغيير أغنية الجسمي من 6 صباحا للخامسة صباحا. مازح الشاعر والمؤلف المصري أيمن بهجت أمر جمهوره بعد فوز الأهلي بخماسية أمس على نظيره الزمالك، وطالب الجهات المعنية بتغيير أغنية الفنان حسين الجسمي من 6 الصبح ل5 الصبح. وكتب من خلال حسابه الشخصي في تويتر إلى كل الجهات المعنية: أنا الشاعر أيمن بهجت أمر، صاحب حقوق الملكية الفكرية والوحيد الذي يحق له التحويل في مصنفه الأدبي. أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي بضرورة الالتزام بالآتي: تغيير جملة إن شاء الله ل6 الصبح بفكر فيك ل5 الصبح ولكم مني جزيل الشكر. يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة 5 أيام بعد انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-3 ضمن منافسات الجولة 3 في بطولة الدوري الممتاز. ومنح المدير الفني موسيماني راحة للاعبين مستغلا فترة التوقف وفقا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب الوطني لقاءي أنغولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. بهذه النتيجة حصد الأهلي 3 نقاط مهمة ورفع رصيده للنقطة 9 من 3 مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط. مصدر معانا كان من صدى البلد وتويتر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي على الفوز بخماسية أمام نظيره نادي الزمالك. وياريت تقولولنا في التعليقات تحت أنت زملكاوي ولا أهلاوي. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا وعاجل. بعدما حدث في الإسماعيلية إعلامي يهاجم محمد رمضان كفاية تصدير صورة عبد موتة والبلطجة، علق الإعلام المصري محمد موسى على إلقاء الفنان محمد رمضان النقود على الجماهير خلال حفله ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا في السعودية. قال محمد موسى عبر برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم إنه تصرف مستفز وفعلا أغضب ناس كتير بعد ظهوره ماسك شوال عليه علامة الدولار وبيرمي الفلوس على جمهوره. أنا عايز أفهم هو بجد الكلام ده حقيقي بيرمي دولارات على الجمهور؟ المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.